بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد المرسلين. عجائب أسرار العلاج بأبوال الإبل، أحلام العوضي، منال القطان، مضاوي السحيباني، وتولين العوضي. ذكر البول في الأحاديث النبوية بما يوضح عظم الإعجاز العلمي في السنة النبوية، حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم البول من وجهتين مختلفتين، إحداهما تمثل الضرر والأخرى النفع، بما يظهر التفرقة العلمية الدقيقة بين مادة واحدة، ألا وهي البول، وذلك في زمن يخلو من المجاهر والتقنيات الحديثة. فأدرج بول الإنسان تحت الطب الوقائي من خلال الأحاديث النبوية التي تدعو إلى النهي عن التبول في الطرقات، التنزه من البول، النهي عن التبول في الماء الراكد. أما بول الإبل فقد أدرج تحت الطب العلاجي كصورة من صور الإعجاز العلمي في السنة، وذلك قبل ما يزيد عن 1400 عام، ويتضح ذلك واضحا جليا من خلال الأحاديث النبوية لرسول عليه الصلاة والسلام التي جمعت من قبل هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كتاب مشاريع أبحاث طبية. وحيث أن أبوال الإبل تستخدم في العلاج عن طريق الشرب، فلا بد أن نوضح بأن الحكم الشرعي لاستخدامه جائز في كونه غير نجس، وينطبق ذلك أيضا على جميع الحيوانات المأكول لحمها. يجمع بول الإبل لاستخدامه في العلاج عن طريق الطرق الخفيف على خلفية الناقة لاستدعاء البول، وهذا الفيلم التصويري عن المخيال يوضح طريقة جمعه هنا، ولكن لاستخدام العلاج الإبل للإصابة بجدره وليس لاستخدامه للإنسان. طبعا هنا البول بيؤخذ بقطعة من القماش ثم يمسح على جلد الإبل، وهنا يتضح لنا البول وهو المائل الأصفر بعد جمعه مباشرة، بينما يغمق لونه بتقدم الزمن إلى أن يصبح بني داكن. الأمراض التي تعالج بأبوال الإبل، الأمراض الخاصة، طبعا بول الإبل يستخدم عن طريق الشرب أو عن طريق غير الشرب. الأمراض التي تكون خاصة بالجهاز الهضمي، أول من وصف العلاج بأبوال الإبل لعلاج مثل تلك الأمراض الحبيب عليه الصلاة والسلام حين وضح في الأحاديث التالي: القضاء على البكتيريا المسببة للإسهال، ستوضح لنا الأخت الدكتورة رحمة والأخت الدكتورة سناء ذلك لاحقا. علاج مرض الكبد الوبائي، وقد شرح لنا الدكتور محمد وهج ذلك. كما ذكرت بعض المراجع بأن أهل البادية ما زالوا يستخدمون أبوال وألبان الإبل عندما يشعرون بالخمول واضطراب في الجهاز الهضمي وإصفرار الوجه. علاج السرطان، قد أشارت بعض المراجع بأن أبوال الإبل وألبانها لها أثر فعال في علاج بعض حالات السرطان، انخفاض نسبة اليوريا في أبوال الإبل. بما أن بول الإبل يستخدم عن طريق الشرب بتوجيه النبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فلذا فقد ميز الله سبحانه وتعالى تركيب الكلية لتخفض نسبة اليوريا في البول عن طريقة إدارة تدويره في جسم الإبل، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات. استخدام بول الإبل في العلاج من غير الشرب، علاج الأمراض الجلدية، استخدم العلاج عند العرب في علاج الدمامل، الجروح والقروح. كما قمنا بتجربة عام 98 عالجنا فيها بعض الأمراض الجلدية بأبوال الإبل، وبعد ذلك لو طرحت سؤالنا الآن: إذا كان بول الإبل يعالج أمراض متعددة، فهل يعتقد بأنه يحتوي على مادة فعالة واحدة فقط للعلاج؟ ومن هنا تأتي الإجابة بما يدعو الدهشة والتعجب حين نعلم بأن بول الإبل يتميز بعوامل علاجية عدة، منها الملوحة العالية في أبوال الإبل. أثبتت العديد من الدراسات بأن بول الإبل يحتوي على ملوحة عالية تفوق تركيز أملاح البحر، ويعود ذلك للتركيب التشريحي لكلية الإبل، وعليه فإن الملوحة العالية تؤدي دورا فعالا في القضاء على بعض مسببات الأمراض كالبكتيريا والفطريات. ثانيا، النباتات التي يتغذى عليها الإبل من الحكمة الإلهية أن جعل الإبل
تتغذى على النباتات بطريقة تختلف عن سائر الحيوانات الأخرى بسبب خلقها المتميز بإذنه تعالى، فسبحان القائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ وبالتالي ستتغذى على نباتات متنوعة، مما يكسب أبوالها العديد من المواد الفعالة العلاجية. البكتيريا، عزلنا بكتيريا من بول الإبل ولأول مرة، سجلت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض 1419، وأثبتت تجاربنا البحثية بأن هذه البكتيريا تمتلك قدرة عالية على مكافحة بعض الأحياء الدقيق الممرض، شملت البكتيريا الفطريات الخمير الممرض، وهذه البكتيريا ستضفي على أبوال الإبل دورا فعالا في العلاج، سواء عن طريق المكافحة الحيوية لمسببات الأمراض أو عن طريق ما تفرزه من مضادات حيوية. ومن المعلومات السابقة، لو مثلنا مسار المواد المستخدمة في العلاج بدءا من الاكتشاف إلى مرحلة استخدامه من قبل الإنسان، وقارنا بينها وبين ما ورد في الطب النبوي من علاج أبوال الإبل، لوجدنا فرق واضح، حيث كشف الإنسان يبدأ من القاعدة الهرمية ثم التجارب المعملية، تليها التجارب على حيوانات التجارب، ثم نصل إلى القمة وهو الإنسان. بينما في الطب النبوي بدأنا من الإنسان ثم حيوانات التجارب ثم التجارب العملية لاكتشاف الأسرار العلمية في أبوال الإبل والطبي بول الإبل والأبحاث العلمية. تهتم العديد من الدول بأبحاث البول، ومن بين المملكة العربية السعودية، وأستطيع أن أقول بصفتي من مواطنيها ومن المهتمين بصفة جادة بأبحاث أبوال الإبل، بأننا بدأنا وبقوة للاستفادة من الكنوز العلمية التي احتواها بول الإبل، فأصبح مجال العديد من الأبحاث والطروحات العلمية. ومن الأبحاث في مجال الكائنات الدقيقة، أجرينا العديد من الأبحاث في هذا المجال، ومنها العوضي وهيكل 97، العوضي 98، العوضي والجنبي 99، 2000، 2001، وطروحة القطان. وبعد ذلك، هل استخدام بول الإبل كمادة فعالة في صورة مستحضر طبي يظهر فعالية في القضاء على الأحياء الدقيقة؟ عند استخدام بول الإبل في علاج الأمراض الجلدية تظهر مشكلة بقائه على الجلد، مما يؤدي إلى ظهور رائحة غير مستحبة عند بعض المرضى، مما يحد من استخدامه في هذا المجال. وعليه فقد قمت بتجارب عدة تمكنت من خلالها بإذن الله من صياغة بول الإبل في صورة مستحضر يخلو من رائحة الإبل البول، وسجلت ذلك ضمن طلب براءة اختراع 1419، وأطلق عليها مستحضرات ألف وزرين. هنا عندنا مستحضرات في صورة بودرة وفي صورة مرهم. أثبت التجارب فعاليتها كمادة فعالة لبعض الفطريات والبكتيريا الممرضة للأمراض الجلدية، مما يظهر أهمية بول الإبل في هذا المجال حتى لو صيغة في صورة مستحضر طبي. وقد استخدمت تلك المستحضرات ومنها مرهم ألف وزرين من قبل بعض المتطوعين لعلاج بعض الإصابات الجلدية، وقد أشارت النتائج إلى أهمية العلاج، حيث أن هناك حالات تتطلب استخدام مضادات حيوية فطرية وبكتيرية، ولكن عند استخدامها لأبوال الإبل أو مرهم ألف وزرين كانت هناك نتائج فعالة للعلاج. وما سأعرضه بعد توفيق من الله ما هو سوى باب نفتحه على مصراعيه أمام الباحثين والمتخصصين في هذا المجال لإجراء دراساتهم المستفيضة لإظهار المزيد من الكنوز العلمية الدالة على أهمية الطب النبوي لخدمة هذا المجال، ألا وهو علاج الأمراض الجلدية. ومن تلك الحالات التي قمنا بعلاجها، هنا عندنا لوحة توضح لنا إصابات الأظفار رقم 1، طبعا هنا الحالة في شريحة رقم 1 بدأ التحسن، يعني هنا استخدمت البول، وهذه الصورة بعد التحسن بما يوضح أنها كانت الحالة صعبة جدا. رقم 2، رقم 3 يوضح لنا مراحل التحسن، رقم 4 كان هناك شفاء تام
وقد مضى على هذه الحالة مدة 3 سنوات. الشريحة التالية توضح أيضا تآكل في صفيحة الظفر رقم 1، ثم استخدمت ألف وزارين رقم 2 و3، ثم رقم 4. هناك شفاء تام لو قارنا بين صورة رقم 1 وصورة رقم 4. طبعا أنا حوضح الشرائح عشان الوقت، حوضح الشرائح اللي هي أو الحالات المهمة أو نماذج منها. هنا عندنا حالة إصابة ببكتيريا بحيث أنه في رقم 1 ثم استخدمت ألف فوزارين، في رقم 3 نلاحظ أن أهمية المرهم هذا أو البول عموما، لأنه هو المادة الفعالة في المرهم، أنه يعمل صديد بحيث أنه يؤدي إلى العلاج حيث يخرج البكتيريا أو يسحبها إلى الخارج. رقم 3 توضح لنا الصديد، رقم 4 تم الشفاء التام. هنا عندنا رقم 1 إصابة برضو بكتيرية، طفل أدى إلى انتفاخ والتهاب شديد وإحمرار، بدأ تستخدم أو بدأ يستخدم مرهم وألف وزارين رقم 2 و3 إلى رقم 4، كان هناك شفاء تام لو قارنا بين صورة رقم 1 و4. الإصابات الفطرية، هنا عندنا رقم 1 صورة توضح بقع على الجلد الوجه إصابة بمرض التينيا، ورقم 2 العلاج بعد أن تم العلاج. هنا نفسها الإصابة بالتينيا، هنا إصابة بالتينيا بحيث أدت هناك شق في تحت الإصبع، وهذه الحالة استخدمت عدد من الأدوية الطبية ثم يأست فذهبت لاستخدام اللي هي الأدوية الأعشاب الطبية، ونلاحظ تغير اللون في منطقة الإصابة رقم 1 رقم 2 بعد استخدام بول الإبل في صورة مستحضر طبي. هنا إصابة الدمامل، طبعا هنا البول الإبل له أهمية شديدة وعالية في علاج الدمامل. عندنا رقم 1 لو جينا لاحظنا عمق إصابة الدمل خروج الصديد منه، ثم استخدمت بول الإبل في صورة مستحضر ألف وزارين. نلاحظ رقم 2 و3 و4 تم الشفاء التام، ونلاحظ عمق الإصابة تظهر هنا لون في 4 و2 و3 و4، نلاحظ أنه لون الجلد يتغير، هذا دليل على عمق الإصابة. بعد كده هذه حالة لعلاج حب الشباب. الحساسية، هذه من الحالات الهامة أيضا في رقم 1، توضح لنا إكزيما خلف الأذن، كانت حالة شديدة جدا واستخدمت الأدوية الطبية لمدة عام كامل، كان يتم لها الشفاء لمدة 2 شهر تقريبا ثم تعود الحالة، استخدمت الإكزيما والمضادات الحيوية، ثم استخدمت المرهم المستحضر من بول الإبل. نلاحظ التحسن في رقم 2 ثم رقم 3 ثم رقم 4، بحيث أنه بعد ما حرمت من لبس الأقراط نلاحظ في رقم 4 لابسة اللي هو القرط. هنا حالة برضو علاج الإكزيما. الجروح والحروق، نلاحظ هنا في جرح في الركبة، نحن عارفين أن الجرح لازم نستخدم له مضادات حيوية ليه حتى يسبب له اللي هو نوع من أنواع التلوث بالميكروبات. هنا برضو جرح، ونلاحظ في رقم 1 الجرح، رقم 2 نلاحظ كيف بول الإبل يكون الصديد تمهيدا للعلاج اللي هو في رقم 3. هنا برضو جرح، برضو نوع من اللي هو حالة أجراح، رقم 1 و2 و3 شفاء. هنا عندنا حالة حرق للطفل في رجله، كان في حرق في رقم 1 واضح، ثم استخدمنا ألف وزارين وأدى إلى العلاج التام. وهذه الصور كلها والحالات توضح أهمية البول في علاج هذه مثل هذه الحالات، ولكن هنا استخدمناه في صورة مستحضر. ومن هنا نستطيع أن نطلق مسمى العلاج المعجزة على أبوال الإبل التي وردت في الطب النبوي بوحي إلهي إلى نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو الدواء المتعدد الفاعلية التي لا تتواجد في أي علاج مكتشف من قبل الإنسان. فهو يحتوي على الملوحة العالية، يحتوي على المواد الفعالة من النباتات التي يتغذى عليها، ويحتوي على البكتيريا التي له دورها في العلاج. فهو بحق نعمة الله سخرها لعباده الفقراء والأغنياء منهم،
وبعد ذلك لا يسعنا إلا أن نقول دكتورة أحلام لو سمحتي. طيب. سبحان القائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.